بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هعلمكم إزاي تعملوا شخصية واحدة ثابتة في كل الصور، بحيث لو عايزين تعملوا فيديو عن أي حاجة بشخصية واحدة متتغيرش. ندخل على موقع بينج، تمام، .com/images/create. هحطلكوا اللينك تحت. هنضغط على create and join and create. نكتب الميل والباسورد. كده الموقع فتح معانا. تمام، هنكتب البرومبت او الامر. حاول نقلل الوصف على قد ما نقدر، يعني على سبيل المثال هنكتب مثلا الاسم الشخصية اللي هو ديجا، بنت عندها 6 سنين، شعرها كيرلي لونه احمر، يعني احنا كل ما نقلل الوصف في الشخصية كل ما نقدر نحصل على نتيجة احسن. ديجا 6 years old، جيرل، كيرلي ريد هير، بيكسار انيميشن، ان ذا ماجيكال جاردن، الحديقة السحرية. بسم الله، خلينا نجرب كده مع بعض ونشوف النتيجة. طبعا الموقع بيديك كوينز، تقدر تستخدم مثلا عدد محاولات معانا في اليوم، لما يخلص ممكن تعمل ساين اوت وتدخل بأي ايميل تاني، بحيث ان انت عايز تخلص في يوم واحد كل شغلك كله تقدر تسجل بأكتر من ايميل. ضغطنا على كرييت ومنتظرين النتيجة. النتيجة بتاعته جميلة جدا، الموقع ده ممتاز ومريح، ما بيحطش ووتر مارك، الصور كلها جميل، او كل ال4 صور الاختيارات اللي عاملها لك كلها نفس الشخصية، مع اختلاف الخلفية بقى وملامح الوش، سواء بقى مبتسمة او بتبص فين او قاعدة واقفة، يعني مديك 4 صور ممتازين. طيب هنغير بقى، نكتب مثلا eating lunch، بتاكل الغداء. احنا هنسيب كل الكود زي ما هو ونغير بس اللي هو الايه، المضارعة المستمرة، هي بتعمل ايه دلوقتي، الفيرب بتاعها. قاعدة بتلعب، قاعدة بتاكل، قاعدة بتعوم، قاعدة مش عارف ايه، هنغير في كل الكلام ده لكن هنسيب الاساس وهو موجود. تمام، eating lunch، جابلك 4 صور جمال وقاعدة بتاكل، نفس الشخصية ما اتغيرتش، وده اهم حاجة بالنسبة لنا لو احنا عايزين نحكي شخصية او نعمل فيديو عن شخص واحد، كاركتر واحد. نكتب playing tennis. نفس الشخصية مع اختلاف ايه الاوضاع بتاعتها والخلفية. اعتقد كده الفكرة وضحت، وان شاء الله اكون فدتكم. من هنا بنضغط على تحميل الصور، بعد كده بناخد الصور دي لموقع تاني عشان نقدر ان احنا نعمل لها انيميشن او نحركها، بحيث نقدر نحصل على النتيجة المرجوة. كل ما تكتر الصور وكل ما تكون خالق او تعمل افكار جديدة، كل ما يكون الفيديو بتاعك جذاب. اجمل حاجة في الموقع هنا ان هو بيديك 4 اختيارات في كل مرة، بالاضافة لان مفيش ووتر مارك. تمام، اشوفكم في الموقع الفيديو الجديد ان شاء الله. انا بشرحكم مواقع تاني، في رعاية الله، مع السلامة.